التحية متجددة مشاهدين الكرام، وشوط الختام الذي ينطلق بحفظ من الله ورعايته. هكذا شاهدت 19 شوطا، تهانينا والناموس لكل الفائزين بالأشواط الماضية، وحظ أوفر لمن لا يحالفه الحظ في صباح هذا اليوم. نسير ونستفتح النداء ونتابع المركز الأول هنا اللي ينطلق على الصدارة. اسكندر على المركز الأول لحمد بن محمد بن عامر العمري، بينما أتابع الانطلاق من الجانب الآخر اللي يتقدم بكل قوة في هذه اللحظة. شعار أيضا اللي هو مايهاب ياتي لسعيد بن حزين بن ثعيلب الهاجري اللي يتسلل مباشرة إلى الصدارة، بينما نتابع المركز الثالث هملول لعيسى بن مطر بن سلطان الاكتبي الله يا سلام. المركز الرابع اللي يأتينا من الجانب الآخر مشاهدين الكرام اللي هو شاهين كاسب بن سالم بن مصبح المسافري. هذه هي النتيجة، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى مايهاب. مايهاب على الصدارة على المركز الأول، أيضا اللي ينطلق سعيد بن حزيم بن ثعيلب الهاجري. سلام يا بن ثعيلب، سلام سلامي على هذا الأداء اللي قدمه مايهاب بالفعل لحظة وصوله وعبور إلى خط النهاية. بينما المركز الثاني هملول لعيسى بن مطر بن سلطان الكتبي، والمركز الثالث اللي احتله اللي هو اسكندر لحمد بن محمد بن عامر العمري. هكذا النتيجة للثلاث المراكز الأولى. نعود بالتهنية والتوقيت الزمني 1:46 ثانية، تهانينا والناموس.